أسأل الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا مبتدئ في طلب العلم وأرجو من فضيلتكم توجيهي لتفسير مختصر أستفيد منه، حيث إن التفاسير قد كثرت وضاقت علي. تفسير المختصر فيه ما فيه أقصر من الجلالين، مع الحذر مما فيه من تأويل الصفات، وإلا هو أقصر التفاسير، ويعني هو مؤلف جيد في الاختصار، جيد جدا في الاختصار، ومفيد للمبتدئ، وكان مقررا علينا في المعاهد العلمية، درسناه في المعاهد العلمية، فهو أقصر التفاسير، لكن مع الحذر عما فيه من تأويل الصفات. تفسير البغوي كذلك مختصر، ما هو طويل، وتفسير جيد، وتفسير الشيخ ابن سعدي أيضا تفسير جيد وخالي من المحاذير، وفيه أسلوب سهل وعرض جيد وتقرير للتوحيد. نعم.